مثلك بحنان. شبي هذا ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم يينا تحدي قوي قوي وايد متحمسين وايد مستانسين بنسوي لكم اياه، وان شاء الله تعجبكم هذه الفكره. هذا احلى تحدي بالعالم عندي. احلى تحدي بالعالم. لا تقولونه. اوكي شوفوا، لا خلاص عرفوا. لا دقيقه شوفوا، اللي يحب اللي يعني شوفوا الكبابيس، شوفوا يعني اللبس، لا حتعرفون شنو راح نسوي. راح نلعب امونج اس بالحياه الواقعيه. زين راح نلعب احنا هني بالبيت. اي راح نلعب امونج اس هني في البيت، موزعين احنا المهمات بكل مكان، كل واحد عنده كاميرا خاصه فيه راح يصور، راح يكون في امبوستر بس طبعا ما راح نعرف، راح يكون موجود هني بهالبطايق. قبل لا نكمل الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك وشير وسبسكرايب وكود الايتم شوب BHO2K. دائما نلعب امونج اس بالايباد، نشبك كلنا ونلعب. اليوم قلنا لا بنلعب بالصج. اوكي واذا عجبكم الفيديو قولوا لنا تبون جزء ثاني نسويه ولا لا. سمعوا الجزء الثاني انا حاخذ هذا من حنان. لا حجزت انا شاريته. هذا السكن مالك يصير. ايه المهم تابعوا معنا الفيديو ويلا تعالوا. شنو هذا يعني؟ يعني تعالوا تعالوا يلا كرت كذي بس ما يت تعالوا. الحين راح نوزع الاوراق، طبعا كل واحد راح ياخذ اوراق. زين سبيشل اديشن امي. اي سبيشل اديشن. ليش انا ليش زوجتي متزوجها سبيشل اديشن؟ سبيشل اديشن اوراق سبيشل. المهم فبعد هالكاميرا راح اصير انا امسكها، بس نخلص الحين توزيع الاوراق وكل واحد يروح ياخذ ورقته ويصور نفسه ويبطل ورقته. احنا ما نبي نعرف انت ويمر المتابعين شنو ورق، بس متابعين يشوفون ورقتي. إيه؟ زين الورقه شنو فيهم يعني الاوراق؟ الورقه راح يصير فيها مكتوب الامبوستر، واذا مو امبوستر مكتوب ان انت كرو وشنو مهمتك. يعني مو مهمه عشوائيه، لك مهمه معينه لازم تسويها بالورقه. كرومات امبوستر. او ماي جاد ان شاء الله يكون امبوستر. ان شاء الله روح ان شاء الله ان شاء الله انت امبوستر. لا 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 بصير امبوستر قدامكم كلكم لحد بحبوبي. اوكي اذا صار امبوستر راح نعرف على طول. سمعوا الامبوستر لما يبي يذبح بس يسوي كذي بس، الثاني ما يتكلم على طول يطيح خلاص يصير ميت ما يتكلم. واللي يصيد الجثه ميته يقول جثه يصارخ عشان نوقف. جيزوني كذي يعني شلون؟ ايوه شوفوا اذا ما لقيتوا الجثه في جرس بس تاخذونه. هذا المكان اللي هني بالنص، هذا هو المكان راح يصير فيه الميتنج. اذا يبون جرس نسوي كذي والكل يجي. اوكي خلاص يلا عرفتوا قوانين اللعبه اللي عندنا. نين ويدو يلا وزع. جاهزين يلا عشان وين راح نبدي من الصغيره للكبيره. يلا بوبو اسحب واحده. انا بروح مكان بعيد عشان لا احد يشوفني وبطل الورقه مالتي. دنو 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 دنو. انا بلحق عدنان بشوف شنو يطلع لنا. هذه ورقتي. انا مو امبوستر. طلعت كرو ونسيت سنير. طبعا هم قدامي اوكي بس ما يسمعوني ان انا مولي صوتي، وعاد وايد مزعج وايد يصرخ. تتوقعون حنان؟ تتوقعون حنان؟ امسك حنان. شبي هذا؟ شوفوك ها؟ انا هاني. بسم الله. كاهي ابرة الماء لقيناها. هاي هذه
استخدم الإبرة لتعبئة الكوب الآخر. هذا التاسك مالي. شباب هذا موت. الحين انا هذه مهمتي، تخدم مسدس فرت الكاتم لرمي الاهداف. فاز عادل، يلا يلا فاز فاز، قوموا قوموا، ما خلص تحد الإبرة. قوموا سكينتي طاحت. ها ايش صار؟ كلكم متوا؟ انا مت انا مت انا مت. يلا امشوا امشوا تحت. ما تقلبوا هم جايين، ما يبيهم يدرون، اطلعيني. بس خلاص كلنا متنا، بس هو فايز، كلنا متنا. شلون ذبحنا؟ كلنا كلنا ذبحنا، يعني هذا امبوستر وايد قوي، وايد خوي. لا بقول صوت عالي كذي موت، يعني المفروض اذا واحد سامعي. تعال صدق انا يعني انت ليش قاعد تقول موت؟ ما يصير، لازم بدون صوت كلش. اي خلاص مره ثانيه لو يصير امبوستر يلا اروح ليش. طبعا الجولة الأولى كانت جولة وايد سريعة، عادل ذبحنا كلنا وما مدانا أصلا نخلص مهماتنا. لأن في شيء غلط بالقانون. شنو؟ الامبوستر الحين اللي يذبح لازم ينطر 15 ثانية بعدين يقدر يذبح الثاني. شوفوا إذا الامبوستر يذبح واحد وفي واحد واقف وذبحه وما عاد 15 ثانية، هذا حتى لو يموت يقوم يقول ترى هذا الامبوستر. إيه كذي عرفت؟ ما يقدر يموت، ما يقدر يموت لما يطوف 15 ثانية. يلا الحين راح نسحب عندنا مرة ثانية نفس الطريقة ونشوف من الامبوستر. عطشان ماي، وين ماي؟ يلا روح اشرب، روح اشرب، يلا يلا روح اشرب مايك. هذا ايش فيه؟ 1 hour later. كاهو بوبو يا يلا يلا جاهزين نسحب؟ جاهزين. نريد ويدو. اول واحد راح يسحب من الكبير للصغير هالمرة. لا 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 المرة عكس، من كبير لصغير. بروح ابطل ورقتي بنفس المكان اللي بطلته قبل شوية. بطل ورقتي بعد. اوه حين عندي تاسك بالغرفة الجيمينج. نروح شنو طلع لي؟ نفس الشيء، إبرة الماء. أوه اجتماع اجتماع اجتماع. ادري اجتماع. لحظة بابا، من اللي طاق الاجتماع؟ انا بعدين اتكلم. اللي طاق الاجتماع يتكلم. انزين انا طاق اجتماع الحين. الله يسلمكم، انا في واحد شفته يركض يروح السلم. ايه بابا. ايوه قلت بعدين شنو؟ شفت بابا يدش غرفة الجيمك ولا يطلع من غرفة الجيمك والتاسك مو مخلص. ايه انا عادي اتكلم. ايه ها ايه انا رحت غرفة الجيمينج. اوكي رحت ابطل ورقتي واشوف شنو فيها، شفت ورقتي وطلعت من غرفه الجيمنج، يعني مو لازم يطلع لي التاسك نفس اللي بغرفه الجيمنج. ورحت ركض عشان اسوي التاسك اللي طالع لي، مو عشان ركضه طق مني، عشان ركضه. يعني انت عبالكم ان انا ازاي؟ يعني بتصوتون ولا بتسوون سكيب؟ سكيب سكيب. ها ها سكيب. انا عن نفسي
نفسي اقول سكيب، انتو كيفكم؟ انا 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 كنت امشي رحت بس امشي، ما انا مو امبوستر. اوكي ما قلنا ما قلنا احنا انت امبوستر، ما ادري ليه. مو انت كنت بس رايح سلم؟ اي بس ما شفت بابا رايح سلم بيذبح بوبو. كل واحد يصوت يلا. انا انا اقول سكيب. بوت بابا، بوت بابا. انا بعد اقول بابا. سكيب سكيب. ثلاثة بثلاثة ما راح اطلع. هذا ثلاثة بثلاثة ما راح اطلع. اي ما يصير. يلا 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 نكمل نكمل نكمل. ما عندي اي شيء. يلا مسافة ما نجحت الطريقة. هذه مهمتي مثل ما تشوفون، اركب الورية وايرات. ها كل ما عدلها. ما مداني ما مداني، لقوا جثة. اجتماع اجتماع. لقى جثة جثة. يا الجثة لازم تقعد ما تتحرك. جثة. يلا اجتماع. اجتماع؟ ايه. لحظة لحظة، من اللي قال جثة اول واحد يتكلم؟ انا قلت جثة. صعدت فوق شفت بابا طالع من غرفة روان وحنان واقفة يمه. ونفس الوقت شفت بوبو طالع من غرفة حنان. فانا شاكة بين بوبو وبابا. بس انا راح اقرر انه بوبو. زين انت قلتي صح؟ ايه؟ الحين احنا ندافع عن نفسنا انا وبوبو صح؟ ايه؟ انا راح اتكلم. رحت فوق كنت واقف يم غرفة حنان، منو اللي وراي؟ بوبو. بوبو وين راح؟ راح غرفتهم. اوكي ما يا ما لحقني. بعدين لقيت منو؟ لقيت بشاير يايا ورا بوبو تمتي صوبي. كان اركض اروح حق تاسكي اللي بسوي الماي ابرة الماي، ولا بشاير تقول جثة جثة. ليش مو انت مسوي السلف ريبورت؟ ليش مو انت اللي ذابح الجثة وانت اللي قايله؟ الحين انا ذابح الجثة اقول يمكن يمكن انا شفت بوبو راح غرفته. لا بوبو شفته صوب الجثة كان طالع من غرفة حنان. خل بوبو يدافع عن نفسه. يا انت يا بوبو. ويت ويت، انا رحت غرفتي بعدين رحت غرفة حنان. شنو انت طلعت بوجهي عيل بوبو؟ انا كنت بغرفتي بعدين رحت غرفة حنان والله. انزين الحين لازم نصوت وتقولون انا عن نفسي ما راح اصوت على بوبو، انا راح اصوت على منو؟ على بشاير اللي شفتها بعيني. انا شو شايفني بعينك؟ انا راح اصوت، انا فوت بشاير. انا فوت بوبو. وانت شنو؟ فوت بابا. فوت بابا. فوت شنو؟ فوت بابا. اثنين طلعوني. ليش؟ ثلاثه واحد نزل. ليش 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 صوتوا علي؟ بس انا طلعت. انت طلعت؟ باي. بابا طلع. هي انا طلعوني ما ادري ليش كلهم حاقدين علي، انا مكان هني اقعد. بس هدس من الاضاءه هني قويه. صح صح صح. احنا لسنا بالك. لا وخر عني. انا التاسك. شوفي 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 التاسك. شوفي ما راح صدق. كم معاي انت؟ قاعدين يلعبون وانا قاعدة كذي ما عندي ولا شغل ولا شيء. تخيلوا لا تلعبني ترى والله اطق الجرس. لا والله هم يدرون احنا ما تحت عشان اول ما يذبحونك او انت تذبحيني على طول يدرون. سوي التاسك سوي التاسك. كيف انت؟ ها انا خلصت التاسك. يا يا انبوت وانا خاف امشي بروحي عشان كفي بوبو. يعني بوبو تويت وامي بعد تويت. طبعا انا ادري ما استهل وانتم تدرون بس ما راح اقول لان احس 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 يعني في احد راح يسمعني. بسم الله. وين بوبو؟ انا منحاشه من بوبو. كانت قاعدة أدور أحد عشان تذبحه لما شافتني أسوي تاسك وعاد ليه كانت تقول قاعد تسوي تاسك يلا خل روح. بوبو فوق قاعد يحوس ما سوى ولا تاسك من حاشة منه. أنا أنا خلني أسوي تاسك بغرفتي. من حاشة منه أنا من حاشة من بوبو ترى.
صدقوني صوتوا على بوبو وشوفوا انا صح ولا لا. ماما كان قطع على بابا وبوبو والحين قطع على فوت ماما. لا مو فوت ماما، فوت ماما. بوبو صدقيني، بوبو طيعيني. شنو بتصوتين؟ شنو فكرة يموت ماما؟ بوبو. يلا اثنين باثنين كذي ما يطلع، ويلا نكمل. والله انا شاكب بشاير. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة يا امه. ميتينج. ها ميتينج. بوبو كان قاعد يحي في غرفة الجيمينج. بوبو كان داش غرفة الجيمينج، اوكي؟ انا لحقته ولا يقول لي شي يلف علي وقاعد يركب بيصيدني. والمشكلة انا ما خلص تاسكي بغرفة الجيمينج، هو طالع من غرفة. انا اقول ليش داش؟ انا خلص تاسكي طالع من غرفة الجيم قاعد يركب انا ايوه. انا ما صار لي سنة اقول لكم بوبو. فوت بوبو، فوت بوبو. انا بعد اقول بوبو من اول لعبة شاكة فيه. باي 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 باي. هلو بروز. شنو؟ بوبو. بوبو طلع. بوبو. امبوستر. طلع بوبو الامبوستر. شو قلت لك؟ والله انا قلت انت. بوبو امبوستر طلع. بوبو الامبوستر. بلنا على بوبو. يلا زين، الجولة الأولى عادل فاز علينا. ايه والجولة الثانية احنا فزنا على بوبو. يلا. ديد ويدد. طبعا ما حد يعرف الام كثر عيالها، ما حد يعرف العيال كثر امهم. المهم فانا كنت شاكه في بوبو من اول شيء، ما حد صدقني. روان شفتي كلامي انا صح ولا لا؟ والله انا قلت انت. والله انت جيتي وراي خراتك سويت لك كذي، انت جيتي وراي شلون بوبو ذبحها؟ انت شلون ما شفتي بوبو ذبحها؟ ما شفت، لان انا يوم شفت الا بوبو هذه طايحه اوريدي. بوبو طلع من غرفه حنان. والله بوبو ذبحك؟ انا والله قلت ايه هي، قلت بشاير. لا والله هذا كله خدعوه. بوبو طلع شيطان. اي مثل عدل بوبو. اي خفت انخشيت. لا وايت لا لما ذبحت حنان على طول خفت، ما رحت غرفة حنان. انا واقف اسمعك. بس سويت نفسك طالع من الغرفة عبالي انت كنت داخل. قاعد اقول لك كان طالع من الغرفة. قص علي والله. لا وما يعترف. اي ما يخاف ولا يعترف. والله إنه امبوستر قوي صراحة. وبكذي خلصنا لعبنا اللعبة، صراحة عجبتني اللعبة وايد حلوة. أنا امبوستر. أنا وايد عجبتني اللعبة وبوبو قص علي. ياخ 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 ياخ. أنا خلنا نسوي جولة ثانية بعد. إذا هم طلبوا منا قالوا نبي جزء ثاني نسوي. نسوي جزء ثاني وراح نلبس غير. شوف تطلع تطلع. في شيء من اول ما بدينا اللعبه بيسويه. شنو تبي؟ هذه يبي هذا السكين. خلاص الجزء الثاني انت البس هالسكين. اوكي اني وايت وايت عطني بعد بشوف شكلي. حنان هذا ما سوى على شريتي والله راح ينقطع الهين. وايت وايت يلا. يلا خلاص. وبكذي وصلنا حق نهايه الفلوج والتحدي. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. لا تنسون كود الايتم شوب PHO2KW. بي لازم الاسطورة يقول له. يلا قول لازم. لا اي صح انا سبيشال اديشن اكثر من امي. يلا بي بو دقيقة. بي صراحة ما ادري ليش مثل دبليو دبليو اف. عرفت دبليو دبليو اي. احنا قبل دبليو دبليو اف ايامكم دبليو دبليو اي. اوكي يلا وبكذي نحب نقول لكم باي.